مرحبا من جديد، ونحن دائما بنفتتح فقراتنا بابتسامة سعد. لك التحية، والتحية كمان لحاتم وكل الزملاء الموجودين داخل الاستوديو. حقيقة يعني دائما صباحاتنا مفعمة بالأمل والتفاؤل. إن شاء الله يا رب يعني الابتسامة دائما هي تكون حاضرة في وجوه كل أحبابنا وأصدقائنا في كل مكان، ونتواصل عبر صباح الخرطوم مشاعر. والله له التحية، يعني سعد من المصورين اللي أنا دايرة خلينا أكبر اللحظة دي في إنه حريص دقيق على الحاجات، لو شاف أي حاجة ممكن يعدلها يكون هو المرآة للضيف أو للمذيعة. حريص على الابتسامة دائما، وبيحب إنه دائما الصورة تطلع أجمل. يعني لك التحية سعد، ولك التحية حاتم، متواصلين معاكم وعادل المرحوم أكيد عادل المرحوم معنا له التحية. فنحن خشين على عام دراسي جديد، وكل الأسر أكيد متوجسة وقلقة من عام دراسي. يعني أن الناس بتتمنى إنه عام دراسي يكون سلس، ويكون عام دراسي سهل لكل الطلاب بكل الاحتياجات الموجودة في المدارس. المدارس بطبيعتها برضو يا روعة بيشوف إنها من حقها برضو تأهل مدارس، تصين مدارس، تدخل العام الدراسي بنفسيات صحيح تنعكس عليهم وعلى على الطلاب. عشان كده هم بيكونوا حريصين بالبيئة المدرسية داخل المدرسة، من صيانة، من زراعة، من كل الأشياء الممكن تكون هي بتدي الطاقة الإيجابية للأطفال وللطلاب، وبالتالي التفاؤل بيكون موجود خلال العام الدراسي من خلال التعامل ذاته داخل المدرسة الواحدة ما بين الأساتذة وما بين الطلاب وما بين الأسر. صحيح، وده بينعكس كمان على الجانب الأكاديمي. أكيد بيكون في نسبة عالية جدا للتحصيل الأكاديمي، وبيدخلوا هم مرتاحين نفسيا، البيئة مهيئة، ونتمنى دائما إن شاء الله هم طلابنا وأحبابنا يكونوا دائما هم متفوقين وناجحين ومقبلين على عام دراسي صعب جدا وفترة صعبة جدا. حقيقة مبادرة طيبة هي حاضرة معنا اليوم عبر صباح الخرطوم، وكونهم يبدوا العام الدراسي تحديدا العام الصعب 2021 بنفسيات جديدة وتجدد كبير جدا في مدرسة الخرطوم القديمة. لك التحية الأستاذة بنات تحديدا. نحن من ذكرنا الجماليات إذا البنات تحديدا بنات. نعم، لك التحية الأستاذة سعاد مبارك حاجة الأمين مديرة مدرسة الخرطوم القديمة بنات، لك التحية، صباح الخير عليك. مرحبا بكم، صباح الخير عليكم. يعني الحمد لله رب العالمين، نشكركم شكر جزيل على الاستضافة دي، منه اديتونا فرصة انه نقدم المبادرة اللي هي بتهدف انه مدرسة الخرطوم القديمة ثانوية بنات يعني تكون حقيقة مهيئة للطالب لما ينزلوا يوم 22/11 الجاي ان شاء الله بإذن الله تعالى. صباح الخير عليكم، وشكرا جزيلا للتيم العامل برضو، وأنا سعيدة بحضوري في قناة الخرطوم الفضائية عشان أعكس المبادرة حقيقة اللي قاموا بها خريجات المدرسة، خريجات مدرسة الخرطوم القديمة بنات، هذا الصرح العملاق. وأنا جيت جديدة للمدرسة حقيقة، جابوني لها مديرة السندية، فالمدرسة مدرسة ضخمة، مدرسة عملاقة وجميلة، يعني فيها بيئة حقيقة الطالب ممكن يجد فيها الراحة النفسية، ليه؟ لأنه الخضرة والماء والوجه الحسن، فهي في مخضرة من جميع النواحي، لكن أهملت حقيقة المدرسة، أهملت قرابة يعني تقريبا من بداية التسعينات إلى الآن. فأنت تخيلي مدرسة مبنية يعني ببنية تحتية ممتازة، لكن أهملت طوال هذه السنوات. وأنا لما دخلت فيها أول مرة جيت داخل المدرسة يعني من بوابتها، يعني هي مدرسة عريقة لكن لما تخش جوا خرابة حقيقة. لك التحية والله أستاذ سعاد. يعني الحاجة اللي لفتت انتباهي، أنت داخلة أولا مبتسمة، الحاجة الثانية متفائلة بأنه أنتوا طالما وصلتوا لمرحلة أنكم تعيدوا تأهيل المدرسة، أيوة، معناه أنه ماشيين في الطريق الصحيح إن شاء الله، وحتستقبلوا العام إن شاء الله بنفسيات عالية جدا، وتكون البيئة في أعلى مستوياتها. والله إن شاء الله نتمنى ذلك إن شاء الله. وهو ما في عمل كامل طبعا أكيد، لكن نحن والله متفائلين خير بالبداية البسيطة اللي أنا بشوفها، يعني هي حقيقة ما بسيطة، لكن بالحجم اللي هي فيه ده إن شاء الله تبقى لنا خطوة لقدام إننا نكمل كل الاحتياجات في المدرسة.
زي ما قلت لك المدرسه نشوف النواقص ذاته هي تعبانه لما خشيتي وشفتي المدرسه دي زي ما بقولوا كالخرابه. نعم. دارين نشوف النواقص ودي صوره برضو بتدلل عليه عملكم الان وتاهيلكم للمدرسه. أيوة. دي بوابه المدرسه المباراه دي المواد اللي احنا نزلناها. نعم. من السجانه لصيانه الحمامات وحقيقه الحمامات يعني مرفق حيوي في المدرسه. صحيح. يعني ما في اهم منه في اي مؤسسه مرفق حيوي. يلا هي انا لما جيت الحمامات دي لما دخلت حقيقه يعني ذهلت اصبت بصدمه. البنات دي كيف كانوا السنه اللي فاتت وقبلها والسنين اللي قبلها كانوا بيستعملوا يعني حمامات مزريه بجد. واول حاجه فكرنا فيها اننا نصين الحمامات لان هي المرفق الاهم. أكيد. هي بعد ذاك في حاجات كثيرة دايرة صيانة. الفصول عايزة صيانة. الحوش من برا فيه حاجات كثيرة مجدة أو بواقي يعني تعرفي جايبينها من وين يعني. والمدرسة كبيرة كبيرة بالجد لدرجة إنها يعني أنا الحزني في المدرسة إنه مقتطع منها الجزء اللي هو الشمالي. نعم. نعم. اقتطع لمدرسة وقف لمدرسة الشيخ مصطفى الأمين. اقتطعت منها قطعة أرض بيعت ل بنيت عليها داخلية أسامة داود ده كله داخل سور المدرسة. اقتطعت منها جزء من المدرسة لمدرسة القبس فده كله كان سبب إنه يطفي مدرسة الخرطوم القديمة اللي كانت في يوم من الأيام شعلة من النجاح وشعلة من إنها قدمت خيرة الطالبات. أيوة خريجات الخرطوم القديمة أسي عاملين جروب يعني ما شاء الله خريجات في مختلف المجالات. أذكر منهم على سبيل المثال للحصر اللي هم يعني في العمل العام الأستاذة عايشة موسى في المجلس السيادي. الأستاذة هبة محمد علي الوزير المكلف للمالية. دكتورة فدوى عبد الرحمن مدير الجامعة الخرطوم. بعد داخل خريجات الكسر هم موزعين على مختلف أنحاء العالم بشهاداتنا المختلفة بتخصصاتنا المختلفة في الطبيبات في المهندسات في القانونيات. وهسه القانونيات هم يعني قايمين بحملة إنهم يرجعوا الأصول بتاعت المدرسة. جميل. طيب غير الأصول دور الخريجات مدرسة الخرطوم القديمة في إعمار وإعادة تأهيل المدرسة. أيوة حالية. حقيقة المبادرة مبادرة خريجات مدرسة الخرطوم القديمة قامت بها يعني برعاية كريمة من الدكتورة نوال عبد الرازق. هي بادرت وقامت جمعة الناس في قرون قضية عشان شنو يقوم يقدموا الدعم. وحقيقة بتشحذ في الجروب بتاع الخريجات بتشحذ في الهيبة وبتشحذ في الناس عشان تتبرع. والله يديها الصحة والعافية دائما. أيوة. حميمة ودائما حريصة والله يعني. حميمة شديد والله. الله يديها الصحة والعافية. أنا بشكرها من هنا وبقدم لها تحية خاصة والتحية كمان للجان المقاومة في العمارات شمال والعمارات جنوب لأنهم برضو هم قصروا معانا وكانوا بيتابعوا معانا يعني متابعة لصيقة إنه يوم على الله بيجوا المدرسة وبيقفوا على الحاصل وهم عايزين يقدموا لكن طبعا ما في يدهم حاجة عشان يقدموها لكن بيجوا بيسألوا على الأقل بالأفكار بالمتابعة الرأي ما قصروا معانا والله ربنا يديهم الصحة والعافية إن شاء الله يواصلوا معانا لقدام لحد ما نكمل صيانة وتأهيل المدرسة ونعمل لها اليوم ذاك احتفال ضخم نعزم فيه حتى بنات الخرطوم ما تنسونا أكيد طبعا ما حننساكم. فالمهم يعني العمل هو صعب وعمل كبير يعني ما سهل لكن إن شاء الله بالعزيمة نحن حنشوفه سهل. صحيح. صحيح. وتكاتف الخريجات والله هم مستعدين والله بنحيي الخريجات يعني على الدور الكبير وهم ما نسوا والله يعني ردوا الجميل والله ردوا الجميل حقيقة لمدرسة الخرطوم القديمة بنات وهم عايزين يحيوها ويعيدوها لسيرة الأولى زي ما بقول يعني. فهم بيتبرعوا في الجروب وبيرسلوا وطبعا في عقبة لقيتنا أنا أحب أذكرها إنه نحن حاولنا نفتح حساب باسم المدرسة عشان الناس تنزل فيه تبرعاتها. لكن يعني بنك الخرطوم يعني ربنا ديهم الصحة والعافية غايته ويجزيهم خير ما أبدا ما ادونا ضوء أخضر لازم نجيب الأصول بتحت المدرسة لازم نجيب أصول المدرسة. أصول المدرسة أجيبها من وين؟ أنا مديرة جيت لها جديدة وثانيا في الخزنة بتحت المدرسة لقيت صور هاي ما حقول أكثر من كده لقيت فيها صور بس ما في أصول أصول ما في. وبعدين دي مدرسة حكومية أنا ما في حتى الخريطة تحت المدرسة موجودة الشهادة البحث حقتها موجودة لكن أبو يفتحوا لنا الحساب.
فالشيء زاد علي انا العبء وزاد علي المسؤوليه، بيجوا ينزل في حسابي انا الخاص في بنك الخرطوم. وحقيقه دي مساله انا عامله لها حاجز. وحيكتب معانا على الشاشه رقم الحساب. والله ممكن عشان اللي عايز يتبرع لنا يتبرع. يعني نكون شاكرين يعني. فيلا هسه بيجوا ينزلوا في حسابي انا الخاص. وزي ما قلت لك والله دي حقيقه عامله لي هاجس انا، لكن ان شاء الله محاوله اي مسؤوليه كبيره. في اليومين دول امشي ان شاء الله نفتح حساب على فرع ثاني لو ما بنك الخرطوم، بس بنك الخرطوم لانه بيقولوا سهل لهم لانه عشان بنكك عشان بنكك بس. لكن غير كده ان شاء الله هالامور ماشيه والخريجات طالما في رقم حساب يعني استاذة سعاد خليني امشي في حتة التمويل والدعم. أيوة أيوة. يعني هل في ايادي مساهمه مساعده طبعا قادره تمد يد العون للمدرسه دي حتى لو ما من الخريجين؟ ممكن يكونوا اساتذه قدامى في المدرسه. أيوة ممكن نعم. يكونوا اولياء امور طلاب كانوا طالبات موجودات في بالضبط. ايوه المدرسة. ايوه في والله غير الخريجات هم يعني اكثر التبرعات من خريجات المدرسه. نعم. الناس اللي درسوا في المدرسه والناس اللي يعني تلقوا تعليم الخريجات كلهم ما شاء الله. ما جاء يعني ما رسل وعد انه حيرسل المساهمة بتاعته. لكن يعني ذكرتيني أذكر حاجة في شارع 37 أسرة في مبارح كان يحاول لنا 50,000 هو يعني بنات وقروا في مدرسة الخرطوم. إن شاء الله في ميزان حسناتهم. إن شاء الله في ميزان حسناتهم. لكن غير كده الآن التأهيل ماشي كويس. التأهيل ماشي كويس. بدينا صيانة الحمامات الحمد لله يعني صرناها بصورة طيبة جدا. والليلة مفروض نمشي نجيب السيراميك اللي بتاع السيراميك عشان يجي يركب علينا. توفيق إن شاء الله. موفقين يا رب. ودي بتساعد كمان في إنه الناس تترابط وتتكاتف أكثر. أكيد طبعا. دي من الحاجات الجميلة جدا إنه الناس يعني حافظة الجميل ومتذكرة كل جميل. التفاصيل والذكريات الجميلة. والله متذكرين وحزينين علينا المدرسة قالت للمنظر الهسه ده يعني. نعم. وحالفين إنهم يرجعوا لسيرة الأمور. أكيد يعني المدرسة بتاخذ جزء كبير من حياتنا ومن عمرنا. طبعا. ما بننسى دائما في سيرتنا الذاتية دائما بنذكر المدارس اللي مرينا بها يعني. احنا بنحيي كل الأساتذة ونحيي كل المعلمات على دورهم الكبير وبرضو الطلاب والطالبات وخريجات مدرسة الخرطوم القديمة. شكرا لك أستاذ سعاد. تسلم. شكرا جزيلا. تسلم على الإضافة دي وجزاكم الله خير. وإن شاء الله نستضيفكم معانا في مدرسة الخرطوم القديمة لما نجي إن شاء الله في الاحتفال. إن شاء الله في الاحتفال. شكرا جزيلا. لك التحية. موفقين إن شاء الله يا رب.